مشاهدينا الحلوين الطعمين، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده ورحله جديده من رحلتنا السعيده. يلا بينا على طول نبتدي بقى بالاسرتين اللي معانا، نتعرف عليهم ونعرف مين منورنا النهارده في رحلتنا. نبتدي باسره الاستاذه ساندرا. هاي ساندرا، ازيك؟ الحمد لله. عرفينا على نفسك كده، قلنا عندك كام سنه وفي سنه كام، بتحبي تعملي ايه كده يعني؟ بحب العب جمباز وانا في سنه في برايمي 2. واسمي ساندرا عبد الرحمن. يعني عندك كم سنه كده؟ سبعة. ماشي، اوكي. واخوكي اسمه يامن. عندي 9 سنين. اوكي، بتحبي تعمل ايه يا استاذ يامن؟ بحب العب كاراتيه وسباحه وكوره. وكوره. انتوا اسره رياضيه بقى، بتحبوا تلعبوا رياضه انتوا، ها؟ شطاره وحلاوه. ماشي. ماما ريم محاميه. اهلا وسهلا ست محاميه. اهلا بيكي. وبابا عبد الرحمن طه. مدير مالي وحاسس ارقام وحاجات، ربنا يكون في عونك. طب ماشي، حلو قوي. دي الاسره الاولى معانا. الاسره الثانيه الاستاذه الفنانه الصغيره، اسمك ايه قولي لنا؟ اسمي ليا. وانا أنا بعمل مسلسلات اختيار ثلاثة. ياتي، أنا بعمل مسلسلات اختيار ثلاثة. أنتي طلعتي في مسلسل اختيار ثلاثة صح؟ طلعتي بقى إيه؟ بنت كريم عبد العزيز. بنت الفنان كريم عبد العزيز. وكنتي شاطرة بقى وعارفة تمثلي وكده؟ وكان إيه إحساسك وأنتي بتمثلي في مسلسل عظيم كل الناس بتتفرج عليه؟ كنتي مبسوطة؟ أوكي، وأصحابك قالوا لك إيه؟ حلو. انت عشان انت كنتي حلوه. طب قولي لي بقى، عندك كام سنه يا استاذه؟ عندي 8. 8، وجايه النهارده بقى عشان تلعبي معانا؟ والله ده شرف لينا يا استاذه ان انت منورانا عشان نلعب بقى سوا مع بعضينا ونشوف بقى حاجات كتيره جدا جدا جدا. ماشي استاذه. انا اسمي نايا. عندي 9 سنين. وانا بحب العب سكواش وباسكت بول. وسكواش وباسك يا ولد، رياضيه برضه. اخبار الفن ايه؟ زي اختك فنانه برضه ولا مش قوي؟ مش قوي يعني. مش قوي اللي بتقول مش قوي. اختها بتقول مش قوي. اوكي ماشي. شوف الموضوع ده. شوف نجمه بقى، نجمه صغيره معانا. اوكي ماما. ماي يونس، انا شغاله في بنك. اهلا وسهلا، بنكير. ايوه استاذ حسام سويدان، برضه مجال البنوك برضه. بنوك بقى. كوربريت. احنا بنوك. طيب حلو جدا، احنا النهارده كوربريت اسر يعني ايه في القطاع المالي، ونشوف بقى الحسابات عامله ايه مع بعضها. انا شخصيا بدوخ في الحسابات، فهنركز في اللعب بقى بتاعنا احنا، وهنعمل بقى الحاجات اللي احنا متعودين عليها طبعا في رحلتنا السعيده. نبتدي على طول بقى ايه، احب انا على طول كده اخش في الموضوع واتعرف على الاسره اكتر واشوفهم عارفين بعض اكتر ولا لا. استاذ عبد الرحمن، قول لي ايه اكتر كرتون بتحب تتفرج عليه ساندرا؟ كرتون بتضحكي على ايه؟ بتضحك. شخصيه اسمها ريبونزل. ريبونزل. ريبونزل ده بجد؟ تحبي ريبونزل انت؟ اوكي. وفروزن عشان شعرها طويل زيها. ماشي ماشي. بابا قول لي ايه اكتر شخصيه فنانه بتحبها ليا جدا؟ فنانه او فنان يعني؟
هو السؤال ده صعب شويه على الضباط يعني، بس انا بشوفها بتتفرج على واحده اسمها ليا زيها كده. ليا برضو بس حاجه كده المفروض هي معروفه، انا ما اعرفهاش. يعني ليا ده مش كرتون؟ لا لا لا، حاجات كده فيديوز برضو. دي ايه دي؟ انفلونسر يعني؟ يوتيوب. قوليلي بقى يا ليا، طب كويس انك عرفت اسمها والله. طيب ماما قوليلي بقى، يامن ايه اكتر حاجه بتضايقه من صحابه؟ ما بيرضوش يخلوه يلعب معاهم. لما ايه؟ ما بيخلوهمش يلعب معاهم. هو مين اللي ما بيخليهم؟ هما ما بيرضوش يخلوه يلعب. ليه كده يا يامن؟ ايه ده؟ طب وبتعمل ايه لما بيقولوا لك كده؟ ماشي بتقوم يا حبيبي مستسلم قوي، قاعد في الملعب مش بيعمل حاجه. بجد؟ طب مش نعلمه يا ماما يا محاميه ازاي ندافع عن حقوقنا؟ مش نعلمه ولا ايه؟ ما انا معلمانه، هو يعني مره بتلعبه مره يعني. أيوه على حسب مرة الفريق اكتمل خلاص. أيوه استنى بقى لما يكتمل المره الجايه. ايوه بس مش كل مره، ممكن لو هم فضلوا يقعدوا كتير لازم يطالب بحقه ان هو يلعب. اكيد بيطالب مره. أيوه يعني شطور يا يعني. ماما قولي لي بقى الاستاذه نايا بالظبط ليا ونايا وايه اساميكم؟ والله انا عارفه ان هي تعبتكم معايا. نايا بقى ايه اكتر اكله بتحب تاكلها؟ بتحب فاصوليا ولوبيا. الله بجد؟ ده ايه اللذاذه دي؟ مزاج قوي. فاصوليا ولوبيا. شطوره والله العظيم. طيب قول لي يا استاذ يامن، مين اكتر حد بابا بيتخانق معاه في التليفون؟ مصطفى. مصطفى؟ مصطفى ده محرك في الشغل؟ اوكي. طيب يا نايا قولي لي مين اكتر حد بابا بيكلمه في التليفون؟ مامي. مامي؟ اوكي ده لا اوكي. حلو برافو نايا. ايوه خليكي مستمره. هو بيقول لك شاطرة هو ده الكلام. طيب اخر سؤال عند الاستاذة ساندرا، قولي لي يا ساندرا ايه اكتر حاجة لما بتعمليها ماما بتتضايق جدا جدا منك؟ لما تتخانق معايا. بتتخانق معايا من ليه طيب يا ساندرا؟ بنخ. وبترخمي ليه؟ ده ايه البلطجة دي؟ ليه بترخمي ليه؟ هو بيبدا يرخم راح انا برخم. تقومي انت مدافعه نفسك ومرخمه. طب ينفع كده نفضل نقعد نرخم على بعض؟ لا ما ينفعش صح. مين بقى بيبقى عاقل في الاخر؟ انا. احنا الاثنين. هو قال انا. وانت بعد الاداء ده هصدقه هو، بس هصدق برضو انت ساعات بتعدي الموضوع وبتبقي برضو ايه طيبه كده وحلو. ماشي الاستاذه نايا. يو ماشي قولي لي مين اكتر حد ماما بتكلمه في التليفون؟ مين؟ مايا. مايا؟ مايا دي مايا صاحبتها؟ لا اختها الكبيرة. اختكم كبيرة قلتي لي بقى. ماشي اوكي. طيب واضح ان احنا عارفين بعض كويس الى حد ما، فنبتدي بقى نخش على الموضوع اللي بعده على طول. الموضوع بقى ايه؟ عندنا شوية أسئلة كده، عندنا مراحل أسئلة، ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أنا مين أو أنا إيه؟ الأسرة كلها بتجاوب وبسرعة جدا، أوكي؟ الأسرة كلها. المرحلة الثانية صح وغلط واختيارات، الحلوين الكتاكيت بس هما اللي هيجاوبوا، ما عرفتوش عندكم وسائل مساعدة. جاهزين؟ جاهزين. ماشي يلا نخش على طول. فأنا مين أو أنا إيه؟ هذه الأسرة، أسرة ساندرا. ملك مصري قديم حازت مقبرته على شهرة عالمية لكونها الوحيدة بوادي الملوك التي تم اكتشاف محتوياتها سليمة. رمسيس، ملك رمسيس الثاني؟ لا. رونج، توت عنخ آمون. أوكي. معبد تظهر صورته على فئة الجنيه المصري. معبد ايه ده؟ بنوك؟ ايه نظام البنوك بقى؟ حياتك بقول معبد حتشبسوت ده؟ معبد حتشبسوت ازاي؟ انت بتشتري في بنك. الجنيه خمسة أربعة عليه معبد ايه؟ ثلاثة. لا عارفين تفاصيل الخمسة جنيه بس مش عارفين التفاصيل. واحد معبد أبو سمبل. كرنك أي حاجة. كرنك إيه؟ احنا جبنا كل المعابد. معبد أبو سمبل. أنا أقدر إزاي أنت بتشتغل في البنك؟ طب ماشي ماشي ماشي. طيب هنا أغنية جدو علي عنو نو إيه. مين اللي بيغنيها بالعربي؟ محمد صلو. صح برافو. طيب أغنية أنا أبري إيشي إيدي كده بوزي كده أصب الشاي وارجع كده. اسمه غريب شوية. اسمه إيه يا ماما؟ يا ماما حرام. رياض بيه. يا ماما خمسة أربعة ثلاثة سيد اتنين سيد واحد قلبي سيد الملاح طبعا الفنان القدير سيد الملاح. ماشي عاصمة اليونان. أثينا. برافو. طيب سؤال الأسرة دي، عاصمة النرويج. أنا؟ أي أنتوا كلكم. خمسة
أربعة. مفيش خالص؟ مفيش؟ والله لا بنك ولا فلوس ولا جغرافيا ولا فن. ثلاثة، اثنين، واحد. على فكرة أسئلتنا صح؟ خالص. أصله على فكرة بيقول لي صح، ما أنا عارفة إنها صح. طب تعالوا يا أولاد. عايزين يا بنات الفول الحلو ده اللي فيه كور كتيره ملونه، في كوره كبيره زرقاء بتاعت كوره هاند بول كده جوه مختلفه. اوكي، هقول رادي ستدي ازرق، هقول رادي ستدي جو، هتنطوا واللي يجيب الكوره الاول هو اللي هيكسب المهمه الاولى. اوكي يا سني، جايين تشجعوهم. انت ايه؟ مش هي ماما هتلبسها. انا اهو، انا اهو، انا اهو. يا سلام. استنى، مش شايفه قوي. مش شايفه قوي، هتشوفي لما تنزلي تحت. يلا يلا، ريدي ستادي جو. ماشي اوكي، هي لطت. يلا يلا يلا، ليا ولا ساندرا؟ ساندرا ولا ليا؟ ليا. ليا، ايه الساندرا دي؟ دي اسرع واحده جابت الكوره عندنا. والله برافو، شطوره يا لولو. تعالي يا لولو، تعالي، جايه عارفه على طول هي هتعمل ايه. شكرا. طيب تعالوا بقى على طول نخش على اللي بعده، وعايزه افكركم ان انتوا بس الاطفال الحلوين الكتاكيت هم اللي هيجاوبوا عليا، ما عرفتوش عندكم وسائل مساعده. اوكي، بس اسئله سهله جدا، صح وغلط. يامن وساندرا، فصل الربيع هو الفصل الذي ياتي بعد فصل الصيف، صح ولا غلط؟ غلط. غلط، برافو يا ساندرا، غلط. امال ايه هو؟ الشتاء. لا، الخريف. الخريف، برافو، ماشي. ديسمبر أقل شهور السنة الميلادية في الأيام، صح ولا غلط؟ غلط. غلط، أمال إيه هو؟ برافو، هو غلط. إيه هو؟ إيه؟ إيه؟ قولوا فبراير. برافو، ماشي. اكتشاف الفرد لموهبته يشعره بالسعادة ويزيد ثقته بنفسه، صح ولا غلط؟ صح. صح طبعًا. أنت بتفكر في إيه؟ ماشي اوكي. التأمل يساعدنا على التفكير والبحث والاكتشاف، صح ولا غلط؟ صح. صح طبعا، ماشي. لون الزي الرسمي لباتمان احمر فازرق، صح ولا غلط؟ غلط. امال ايه بقى يا ساندرا؟ اسود. اسود. اسود في ايه؟ اصفر في جري. صح، برافو جدا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ مخلصه خالص. غلط طبعا، ماشي اوكي. طيب في هنا شخصية البطل الخارق الذي يمكنه تسلق الجدران والمباني، هو سبايدر مان الرجل العنكبوت، صح ولا غلط؟ سبايدر مان. صح. صح صح، هو سبايدر مان. ماشي، طب عندنا مهمة تانية، مين ايه رأيكم يمن وليا بقى بجد يجوا؟ نايا. يوه نايا، تعالي يا نايا. كل واحد يسمع صوت باباه وهو بيقول له يمشي ازاي. جاهزين؟ جاهزين. اوكي، خطوه واحده بس قدامي يا فندم، خطوه بس كده، حلو قوي كده. يلا، ريدي ستادي جو. شمال يا امي، شمال. 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 على طول يا شمال. شمال. لو وقعت هما لفت يا لفت يا نايا، لفت لفت. شمال شمال يا يمي. لا لا لا، ما ينفعش ما ينفعش نعدي واحده. ارجعي ارجعي يا نايا لورا، ارجعي لورا زي ما انتي، ارجعي لورا. ما ينفعش نعدي واحده. يمي ما عداش، يمي ما عداش من دي، يمي ما عداش. شمال 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 شمال. ارجع ورا يا يمي. يا حبيبي اسمع باباك، هو بس اللي يقول. ارجع يا يمي بضهرك، ارجعي لورا شويه، ارجعي لورا شويه. يمي اسمع بابا، ارجع بضهرك، ارجعي لورا، ارجعي ورا. يلا نايا، ارجعي لورا بسرعه، ارجعي لورا. شمال ورا شويه. ايوه كمان يمن، انت عمال تخبط. ارجع يمين بقى، يمين 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 على طول. يلا على طول بسرعه، شمال شمال. انا بقى، انا تعالى معايا كده، على طول. يلا ايوه، يمين يمين. اسمع كلام بابا، سرعه سرعه يا بابا. شمال يا يمين، شمال 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 شمال. رجعي بقى بسرعه، رجعي بسرعه، ارجع تاني. ماشي على طول، لفي. ايوه على طول، على طول على طول. بس شمال شمال كمان، شمال شمال على طول. شمال 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 كمان، شمال يا يمن. انخبطت الامعه. ارجع ورا يمين، تعالى بس اشيل حاجه. راح فين؟ ارجع ورا على طول. يا بنتي رايحه فين؟ راحت تاخده، راحت تاخده.
ايده من هو من ايديه مش ممكن يعني بترجع انت شاطره جدا 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 طيب اختيارات اختيارات لا قايل لي لا انا هديك اختيارات لازم تقولي لي مفيش لا يلا نبتدي بالاسره دي نقول يوجد اسمع بقى 10 اطفال في الحديقه 10 ذهب منهم 6 الى المنزل 6 ثم جاء 4 اطفال اخرين في الحديقه 4 ما عدد اطفال الحديقه الان 10 10 ولا 9 ولا 8 10 10 10 ولا 9 ولا 8 10 10 شيل منهم 6 شيل 10 هم ال 6 وبعدين في 4 تانية جم 8 8 يبقوا كام 8 برافو يا ساندرا والله العظيم على الحماس شاطره جدا الله اكبر ماشي اوكي هنا اسمعي اسمعي يلا ترسو في الميناء 23 سفينه 23 اوكي وصل للميناء 6 سفن اخرين 6 اوكي كم سفينه 29. توجد في برافو 29 برافو انتوا شاطرين في الماث خالص خالص برافو 29 طيب حيوان من بين الحيوانات الاتيه يعتبر اسطوري الغزال اليونيكورن القطه يونيكورن صح برافو اليونيكورن طبعا حيوان كان بطل فيلم الكرتون خلطبيطة بالصلصة راتاتوي فيل ولا كوالا ولا فار؟ فار فار طبعا فار اللي كان بيطبخ ماشي هنا بقى شوف اللغة العربية اخبارها ايه من ضمائر الغائب انا نحن هم للجمع المذكر انا ولا نحن ولا هم ضمير الغائب الجمع المذكر ها يا ساندرا الغائب اللي مش موجود معانا انا ولا نحن ولا هم ولا وسيله مساعده هم برافو جمع كلمه نادي نوادي ولا انديه ولا الاثنين يمشوا نوادي الاثنين يمشوا ماما بتجاوبي ليه يا ماما لا يا ماما يمشوا الاثنين يمشوا ماشي ايه صح هما الاثنين يمشوا نوادي وانديه طب احنا شاطرين بقى كده وصحصحنا ودماغنا فوقت يلا بينا على طول نخش نشوف اللي بعده ايه اللي هيحصل ونشوف الاسرتين اللي حلوين هيعملوا ايه معانا على التوازن يلا بينا يلا بقى للتوازن وتعالوا بقى على طول نشوف هنعمل ايه والاسر اللي معانا هتعمل ايه ومين هيعرف يعدي ومين مش هيعرف يعدي نبتدي على طول بالاستاذه ليا يلا يا ليا لازم تعدي هناك وانت ماسكه دي وما توقعيش ولا كوره اوكي يلا شجعوا ليا يلا يا لولي برافو يا لولي ليا طب والله يا ليا طب ما انت شاطره اهو يا ليا امال صعبه ايه ما انت شطوره خالص اهو هتعرفي تعمليها ليه هتوي ولا ايه لا 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 بالراحه ودي هتعرفي اوعي تو تضحكيش اهو قربتي يا رب جدا تضحكي على ايه قربتي جدا يا لولي والله برافو يا لولي شاطره جدا جدا والله يلا تتهزي ليه يلا ارجعي ايوه انت وصلتي ازاي ما تشطوعي انت شاطره وعديتي بسرعه كمان برافو برافو انتي انتي مش واثقه فيا وفيكي والله برافو شاطره يا ليا جدا 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 يلا تعالي يا نايا يلا يلا ايه بنشجع نايا ولا ايه يلا يا نونو هتعرفي يا نوني يلا يا نايا خفيش برافو شطور واحدة بصي رجليكي بقى كأنك ماشية يعني رجل قدام ورجل عادي امشي عادي خطوة عادية نايا خطوة عادية يا نايا ما تخافيش يا نايا ايوه خطوة عادية برافو بالظبط اكزاكتلي اكزاكتلي شاطرة 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 يلا ايوه ما ينفعش ما تخافيش هينفع هي كده اصلا خطوة عادية يا نايا هنزل ارمي عليكي كور برافو يلا شاطرة اهو نفع ولا ما ينفعش
نفع ولا ما نفعش؟ والنبي شاطره. اهي ماسكه نفسها اهي. قربتي يا نايا. قربتي يا نايا. والله برافو. نايا. ولا كوره وقعت يا بنات. ايه الشطاره دي؟ شاطره 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 جدا. شاطره. قربتي قربتي اهو. قربتي والله. يلا. ايوه ايوه. هيي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 ي
ارجعي بقى يلا يلا برافو 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 برافو. انت ماسكه بايد واحده وايه؟ شاطره يا نوني، ماسكه الكور بايد واحده والله يا جماعه. شطاره شطاره، ما تبصليش، برافو، ما تبصلهاش فعلا، ركزي قدامك. برافو يا نايا، شفتي ان انت هتعرفي تقدري. قررت انها خلاص بقى خلاص، عماله اقول لك شاطره وحلوه وطعمه، بس استسلمت في الاخر. يلا اطلعي يا ماما من غير كور، من غير اي حاجه، انا هرمي عليكي كور وانت تاخدي مني في القفه. يلا امشي يا ماما، شجعوا ماما، شجعوا ماما. يلا يلا يا ماما، يلا يا ماما، خدي يا ماما، خدي يا ماما، امسكي مني، امسكي مني، امسكي مني، ولا واحده امسكي مني. يلا كملي، اي واحد يلا امسكي، كملي كملي، اثنين كملي كملي كملي، اثنين برافو، كملي كملي عادي، خطوه عاديه، ده مش زي نايا، خطوه عاديه. يلا اثنين برافو، تعالي هنا، ماشي اوكي، اثنين بس، يلا اثنين بس، يلا يلا اثنين، يلا يا ماما، يلا يا ماما، ثلاثة، أربعة، كملي، كملي اثنين، خمسة، كملي خمسة، سيبيها، سيبي اللي في إيدك، سيبي اللي في إيدك، ستة، سيبي اللي في إيدك، سبعة، برافو، كملي 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 كملي، سبعة، والله شاطرة جدا. امشي، ايوه امشي، صعبه بجد، واحد اثنين، سيبهم بقى، سيبهم عادي، ثلاثه، والله برافو ما شاء الله، اربعه، الله اكبر، خمسه، لا 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 لا، الحمد لله جت سليمه، بس وقعت خلاص، ارجع ولا خلاص كده بره، يا بابي انا اسفه. يا انت على الحماس، اتفضلي حاسبي، توقعي الكور من اولها. ايه ده دي عارفه ايه يا جماعه، ده دي عارفه طريقه، دي اردونه خالص، ايه تلعبي رياضه، تلعب ما بتردش عليا اصلا، ايه ده يا بنت اللذينه، شطوره جدا جدا جدا. يلا يا ايه ده ايه ده يا جماعه، الاسره دي ايه الاسره، بتلعبوا رياضه، بيلعبوا رياضه، جمباز ولا صح، جمباز، برافو، والنبي شطاره، حلاوه طعمه، لو عملت كده هيحصل حاجه، لا هيحصل حاجه، والله برافو برافو برافو، ايه ده شطاره، يلا يا ماما. وريني بقى الصواني بقى اللي بتتشاف، لا 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 لا، ما هم بيمشوا بسرعه، بس انت ما هو يغرك، فاهمه؟ ايه ده يا جماعه، ايه الشطاره دي، والله برافو، ايه ده، برافو، شاطره جدا، لا والله اسره متوازنه وجميله، الله اكبر، ايه ده، مفيش اي حاجه بتهزها، ايه ده، ده الحلاوه دي، يلا يا بابا. يلا يا بابا، والنبي ما توقع واحده، انا محتاجه اطلع بره، بابا بابا كده شويه، اوعى تقع، اوعى تقع، برافو يا بابا، برافو، لا خطوه عاديه، برافو برافو، ايوه كده، ايوه كده يا بابا، برافو يا بابا، انا قلقان قوي، برافو، يلا يلا يلا، برافو، يلا برافو، احنا اللي كسبنا، خايف، برافو يا عم، يا عيني حضرتك خايف كده ليه، برافو برافو برافو، والله برافو برافو، بص بص الحضن اللي جاي لك ده من ورا، يا سلام يا سلام، أسرة كاملة عدت كلها على التوازن بثبات رهيب وشطارة ولذاذة كمان، تعالوا بقى نشوف هنعمل إيه بعد كده، وتعالوا نروح على الفي آر ونشوف مين هيعمل إيه هناك. برافو، جينا بقى للفي آر وهنشوف على طول
نايا ناويه تعمل ايه النهارده بحماس شديد في الفي ار؟ لعبتي في ار قبل كده يا نايا؟ طب يلا بينا ورينا بقى ايه حماسك ده هيعمل ايه. نشجع نايا، نشجع نايا، يلا يا نايا، برافو يا نايا. نايا عارفه هي بتعمل ايه، واضح واضح انها لا 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 لا. حسبي يا نايا، ايوه برافو، حسبي وات، برافو. لازم تخبطيهم، ايوه برافو. والنبي شاطره، والنبي حلوه. ارجعي ورا سنه يا نايا، برافو يا نايا، برافو يا نايا. كلهم كلهم كده يمين وشمال، برافو. اي نايا، حسبي نايا. انا عارفه، انا عارفه انها رياضه، انا عارفه اللعبه دي. واحده كده، واحده كده، ويمين وشمال، وازرق واحمر. اضربي كله يا نايا، اضربي، شكلك بتكسبي. ارجعي ورا سنه، ارجعي ورا يا نايا، ارجعي ورا عشان تجيبيهم كلهم. ايوه كده، ايوه برافو، ايوه شكلك يا نايا بتخلصي اهو. برافو يا نايا، برافو يا نايا، قربتي 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 والله. شطاره ولا ايه؟ شطاره. الله 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 الله. بيرفكت، كسبت نايا، برافو يا نايا، برافو يا نايا. مين هيلعب بالفريق التاني؟ اهو بندوس من هنا، يلا ندوس على طول بقى، على طول على طول. ساندرا دخلت في الموضوع، جاهزه جاهزه ساندرا، ساندرا من اول حلقه داخله جاهزه. الله الله الله، حاسبي يا ساندرا، ايوه يا ساندرا، خلي بالك فعلا، برافو، خلي بالك، برافو يا ساندرا. الله 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 الله، شاطر 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 يا ساندرا، ايوه برافو والله. ساندرا محدده جدا، اهدافها محدده، عارفه داخله تعمل ايه. برافو يا ساندرا، برافو. ممكن تروحي لها انت، انت مستنيه تجيلك ليه؟ يلا برافو، ايوه كده، حسن برافو، كملي. ماي بتقول لك كملي كملي، قربنا فعلا. يلا يا ساندرا، برافو يا ساندرا، حلوه قوي، هاديه ومتمكنه، البنت متمكنه من ادواتها وعماله ايه. يلا يا ساندرا، برافو والله، قربتي قربتي، يو كان يو كان، برافو برافو برافو، قربنا فعلا قربنا. ايوه شاطره، والنبي ماما حلوه بتشجع. برافو يا ساندرا، برافو يا ساندرا، خلاص فعلا، خلاص خلاص، شكلنا بنكسب، بنكسب ولا ايه يا جماعه؟ بنكسب يا جماعه، كسبنا يا جماعه، مش ممكن. شطاره وحلاوه وطعامه، بناتنا اللذاذ قوي النهارده، وعارفين يعملوا كل حاجه حلوه. تعالوا نروح نتفرج ونسمع حدوته حلوه ونرجع تاني على طول. برافو 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 برافو. اهلا بيكم يا اصحابي في رحله جديده من رحلاتنا السعيده، وحكايه جديده من حكايات ماما سامحه. حكايتنا النهارده عن دايره بتظهر في السماء، ساعات تبقى فضي وساعات تبقى ذهبي. ايه بقى الدايره اللي ممكن تبقى فضي، وايه الدايره اللي ممكن تبقى ذهبي بتطلع في السماء؟ الشمس. الشمس والقمر. والقمر، يعني كلنا عارفين ان كل يوم الشمس بتطلع الصبح والقمر بيطلع بالليل. لكن في قصتنا في يوم من أيام الشتاء، والشمس خلاص خلاص غربت، يعني خلاص اختفت من السماء، بدأت البومة تصحى من النوم، والديك بيستعد إنه ينام. بص الديك للسماء وقال: خسارة، الدايرة الذهبي اللي أنا بحبها إلا لما بتطلع في السماء بتخلي الدنيا منورة ودفى وجميلة، مشيت خلاص وراحت تنام. والبومة بدأت تصحى وتبص للسماء وتقول: ياه، الدايرة الفضي دلوقتي هتطلع. الديك يقول لها: الدايرة مش فضي، الدايرة ذهبي. البومة تقول له: لا، الدايرة فضي مش ذهبي. مين فيهم صح ومين فيهم غلط؟ الاثنين صح. الاثنين صح ولا غلط؟ الاثنين صح. الاثنين صح. الديك بينام طول الليل ويصحى طول
النهار فبيشوف ايه؟ الشمس. والهوا بتنام طول النهار وتصحى بس بالليل فبتشوف القمر. القمر التيك بدا يصيح بصوت عالي ويقول الدايره لونها ذهبي، والبومه تنعق بصوت عالي وتقول له لا انا قلت لونها فضي. الديك يقول طب لما بتطلع في السماء الدنيا بتبقى دافئه، والبومه تقول لا ابدا الدايره الفضي لما بتطلع في السماء السماء بتبقى كده كلها منوره وبتبقى الدنيا كده فيها ايه هوا وجميله وما فيهاش اي حراره. بدأت الحيوانات والطيور كلها تصحى، كل الطيور اللي بتصحى الصبح وبنشوفها كده تقول الدايرة لونها إيه؟ ذهبي. ذهبي. وكل الكائنات اللي بتصحى بس بالليل زي البومة وزي الخفاش وزي الضفدعة وزي الكروان اللي كتير بنسمع صوته بالليل كده بيبقى صوته جميل قوي لو سمعتوه، يقول إن يقولوا كلهم الدايرة لونها إيه؟ فضي. بدأوا كلهم يتخانقوا مع بعض. الأول الخناقة كانت ما بين البومة وما بين الديك. الغابة دلوقتي بقت كمان كلها بتتخانق مع بعض. مين اللي كان بيبقى صاحي بالنهار؟ الكلب. بيبقى صاحي بالليل؟ الكلب. الكلب. الكلب ينبح ويقول لهم أرجوكم أنتوا الاثنين صح، ما تتخانقوش، اسمعوا بعض. أرجوكم لو سمحتم، أنتوا بتتخانقوا ليه؟ أنت يا ديك بتنام طول الليل وبتصحى بالنهار فبتشوف الشمس، وانت يا بومة بتنامي طول النهار وتصحي بالليل فبتشوفي القمر. القمر. سمعوا كلامه؟ ابدا. لسه الديك بيصيح بصوت عالي والبومة بتنعق بصوت عالي، والديك خلاص مش عايز ينام والبومة صحيت ما بتشتغلش، لكن هما لسه بيعملوا ايه؟ بيتخانقوا. الشمس سمعت إن البومة مش بتحبها وبتحب القمر وبتحب الدايرة الفضية، قالت كده طب خلاص أنا كمان طالما في كائنات مش بتحبني مش هطلع في السماء. والقمر هو كمان سمع الديك والعصافير بيقولوا إحنا ما بنحبش الدايرة الفضية، إحنا بنحب بس الدايرة الذهبية عشان بنشوفها وبيبقى الجو دافئ وجميل. القمر طلع؟ لا. والشمس طلعت؟ لا. يعني لا الشمس طلعت ولا القمر طلع، وهم لسه بيتخانقوا. الحاجة اللي كانوا بيتخانقوا عليها ما عادتش موجودة، ما عادتش بتطلع، بس هما لسه بيتخانقوا. الغريب بقى إن الخناقة الأول كانت ما بين الديك وما بين البومة، دلوقتي بقت من كل الحيوانات والكائنات الموجودة في الغابة. طول ما احنا بنتخانق هنشتغل؟ لا. طول ما احنا بنتخانق هنعمل حاجة مفيدة؟ لا. لا. الضفدعة مثلاً يا أصحابي بتيجي بالليل بتاكل فيران، الفيران دي بتطلع بالليل تاكل كل الزرع المفيد اللي الطيور والحيوانات بتتغذى عليه. طيب فضلت بقى الضفدعه تاكل الزرع ده دلوقتي؟ لا. 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 لانها بتعمل ايه؟ بتتخانق. طب كمان البومه نفسها كانت بتاكل حشرات بتطلع بالليل عشان تبوظ الزرع وتخليه كله يبقى فيه امراض لو كلناه نتعب. برضو بدأت تشتغل هي كمان البومة ولا لسه بتتخانق؟ لا بتتخانق. كلهم بيتخانقوا وكلهم عمالين صوتهم عالي، ومين اللي عمال يقول لهم حرام عليكم انتوا بتتخانقوا ليه؟ الكلب. اسمعوا بعض. الكلب. انتوا الاثنين صح بس اسمعوا بعض. ازاي تكونوا اصحاب ومش عايزين تسمعوا بعض؟ ازاي تكونوا عايشين في مكان واحد حتى لو مش اصحاب بس كلكم مختلفين مع بعض؟ ينفع كده؟ لا. ينفع نبقى عايشين في مكان واحد وكلنا ما بنسمعش بعض، كل واحد بيسمع نفسه بس؟ لا لا ما ينفعش. لازم كلنا طالما في مكان واحد لازم كلنا ناخد بالنا ان احنا كل واحد فينا له راي يسمع راي التاني وجايز يكون رايه صح، لكن للاسف ما حدش فيهم كان بيسمع التاني. احنا عارفين يا اصحابي ان السماء لما بتمطر المطر ده بينزل على الزرع بيحصل له ايه؟ بيكبر. وبينزل على الخضار والفاكهه والحاجات المفيده اللي احنا بناكلها بيحصل لها ايه؟ بتستوي وبيبقى شكلها حلو وبناكلها. هل الغابة لسه الدنيا بتمطر فيها؟ لا. السماء بتبعت الخير بتاعها اللي هو المطر؟ لا. الشمس بتطلع؟ لا. القمر بيطلع؟ لا. الدنيا ضلمة طول اليوم، هيبقى فيه بقى أكل؟ لا. الحيوانات والطيور هتقدر تاكل؟ لا. ولا في أكل خالص ولا في أي غذاء. لما يبقى فيش غذاء خالص ومفيش أي أكل ولا في أي حاجة خالص هيموت. هتنتشر إيه بقى كمان؟ الأمراض، لأن لا البومة أكلت فيران الحقل ولا كمان الضفدعة أكلت الحشرات، فانتشرت الأمراض في كل مكان في الغابة. لما يبقى فيه أمراض كتير لا قدر الله بيحصل إيه؟ بيحصل لنا إيه؟ بنتعب.
بنتعب وكمان هما لسه الاثنين ادي الديك وادي البومه لسه بيعملوا ايه؟ بيتخانقوا. سمعوا كلام الكلب؟ لا ما سمعوش كلام الكلب. يوم بعد يوم بدات الحيوانات والطيور اللي في الغابه تقل تقل تقل، ما فضلش منهم غير شويه ريش ملا السما كله كله كله، ما فضلش غير ريشه من الديك وريشه من البومه. طاروا لحد ما وصلوا لحد السما. عارفين حصل لهم ايه؟ ميه. هنا بس بقوا اصحاب. ليه بقى؟ لان السما يا اصحابي بتضلل علينا كلنا، ما بتفرقش بين حد غني ولا حد فقير، ما بين حد قوي ولا حد ضعيف. السما بتدي خيرها المطر اللي بينزل منها لكل الناس، لكل الكائنات، للطيور، للحيوانات ولينا احنا كمان، لما كل واحد فينا يفكر بس ان رايه هو اللي صح وما يسمعش راي التاني. يحصل ايه؟ يحصل لنا ايه؟ نعيش في سلام؟ لا. او نعيش ونبقى مبسوطين؟ لا. لكن لما نسمع بعض ونفهم بعض ونعرف ان ممكن يكون حد فينا صح وكمان اللي قدامه صح، بس احنا مش بنحاول ان احنا نسمعه. كمان حاجه تانيه عايزه اقول لكم عليها، لما احنا لينا صاحب زعلان من حد تاني على طول نزعل من الصاحب التاني ده من غير ما نسمع الحكايه ونعرف صاحبنا مش جايز يكون غلطان. لا يعني دلوقتي الحكايه بدات ما بين مين ومين؟ البومه والديك. ليه بقى كل الطيور هم كمان بقوا يتخانقوا مع بعض؟ طب مش جايز لو حد فيهم بدا يفكر في كلام الديك يقول له على فكره البومه ما غلطتش، البومه بس بتشوف القمر، فانت ليه بتتخانق معاه؟ مش جايز برضو الكائنات اللي خدت صف البومه زي الخفاش والكروان والضفدع ممكن تفكر شويه وتقول له البومه على فكره الديك ما غلطش، الديك بيقول الدايره ذهبي لانه هو بيصحى بالنهار بس فبيشوف الشمس. لو كان ده حصل بقى كانت الحكايه انتهت على ايه؟ كانوا عاشوا كويس ولا لا؟ لا. مش كانوا كلهم هيعيشوا كويس لو كلهم بيسمعوا بعض؟ اه. ولو كان البومه سمعت او لو حد من الكائنات اللي زيها بتنام طول النهار وتصحى طول الليل حاول ينصحها، مش كان ممكن تفكر في الكلام ده وتلاقي ان الديك مش غلطان؟ اه. لكن هم على طول ما فكروش وعلى طول اسهل حاجه عندهم هي ايه؟ يتخانقوا. اظن طبعا كلنا راينا هيبقى نفس الراي وهنقول انه الاثنين صح بس الاثنين في نفس الوقت غلط. فالزورة دي يعني ايه الاثنين صح والاثنين غلط؟ الاثنين صح ازاي؟ لان رايهم صح بس ليه الاثنين غلط؟ عشان ما بيتفاهموش مع بعض، عشان ما بيتفاهموش مع بعض وبيتخانقوا وما بيسمعوش بعض. مين بقى اكتر حد في القصه دي كان كده بيفكر صح وكان عايز الدنيا؟ الكلب هو الوحيد اللي كان فاهم ان الاثنين صح وبيحاول ينصحهم. هم سمعوا النصيحه؟ لا. مهم قوي كمان ان احنا لما حد ينصحنا نسمع النصيحه ونفكر فيها ونقول جايز كلامه يبقى صح ونستفيد منه، لكن ان احنا ما نسمعش نصيحه حد، نسمع بس الكلام اللي في مخنا احنا، مش دايما هنبقى صح، وممكن الراي التاني يفيدنا ويخلينا نتصرف صح ونبعد عن اي مشاكل ممكن تخلينا في النهايه ما نبقاش مبسوطين. اصحابي دي كانت قصتنا النهارده اللي كانت ما بين الديك وما بين البومه اللي كل واحد فيهم ما كانش بيسمع غير نفسه بس. متهيألي كلكم هتبقوا عارفين ان التصرف ده تصرف مش حلو، مفيش حد فيكم هيعمل كده، ودايما هيدي للي قدامه فرصه انه يسمعه، ودايما هيشوف انه ممكن يسمع راي تاني من اصحابه يستفيد منه، ويسمع النصيحه ويفكر فيها وممكن النصيحه دي تكون نصيحه مفيده. ايه رايكم في قصتنا النهارده؟ حلوه. اه. عجبتنا؟ عجبتنا. ايه اكتر حاجه عجبتنا في قصتنا النهارده؟ ان الكلب بيدافع عنهم هما الاثنين. اه، ان الكلب حاول انه يصلح الموقف، مش قال وانا مالي خليهم يتخانقوا. ايه كمان؟ لازم نسمعوا كلام بعض. لازم نتفاهم مع بعض ولازم كلنا نسمع الراي التاني ونشوف هل هو صح ولا غلط قبل ما نقول انه غلط. دي كانت قصتنا النهارده، واشوفكم في رحلة سعيدة جديدة وحدوتة جديدة من حكايات ماما سماحة. We'll be right back.
بينا بقى اللعبة الترابيزة بتاعتنا، وعندنا بقى النهاردة الكوبايات والبلالين وكل بنوتة أمورة عارفة هتعمل إيه. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا على طول. ريدي، انفخوا. ستادي، استنوني. آن جاهزين؟ يلا جو. انت رايحة فين يا ساندرا؟ وانت روحتي فين؟ فين الكوباية؟ اه برافو، ماشي، برافو، برافو يا ساندرا. الله، برافو يا نايا، شاطرة يا نايا، والنبي شاطرة. أيوة جامد، برافو نايا، فهمت التكنيك أكتر. قربي شوية الهوا نايا، قربي تخش في البلوك الثالث. الله يا نايا، الله يا نايا، برافو برافو. لسه ساندرا في الحتة الأولى، في البلوك الأول. هنعمل إيه؟ عايزين نحركها شوية كده بقى، كده يا ساندرا. إحنا في الله، نايا قربت تخش على التالتة، برافو يا نايا، مش ممكن يا نايا. والحمد لله ساندرا ابتدت تتحرك. مين هيخرج الأول؟ هل نايا؟ يا نهار أبيض، نايا قربت تخرج يا ساندرا. بسعوا لبعض، ماشي، يلا انفخي، انفخي جامد، انفخوا جامد. يلا بينا، شاطرة، أيوة بتخرج أهي، نايا خارجة. لا يا ساندرا، لا يا ساندرا بلاش الحركات دي. ما تزقوش البالونات بالكوبايات. يلا يلا ساندرا، لسه نايا برضو، لسه. ايه يا ولاد؟ ماشي، ها يلا يلا يا نايا. ايوه يا نايا، ما انت كنت عارفه تحركيها. ها لسه فاضل لك، فاضل لك تكه تكتوفه. انفخي انفخي يا نايا، وساندرا لسه في مكانها. نايا خرجت الكوبايه فاينلي، وساندرا لسه في مكانها بتنفخ البالونه. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني على نفس الترابيزه دي مع بقيه الحلوين الكتاكيت اللي معانا. جينا لتاني لعبه ترابيزه، والاستاذه نايا لسه مكمله معانا عشان بتعرف تنفخ البالونين كويس قوي قوي قوي. دلوقتي بقى بنفس البالونه اللي معاكي دي، بس عايزين نشوف مين فيكم اللي هيجمع البالونات عند اول واخر كوبايه هناك دي اسرع. جاهزين؟ جاهزين. يلا على طول، ريدي ستيدي جو. ايوه يا لولو، ايوه يا لولو برضو، يامن ونايا من غير ما تمسكها يا نايا. مش هتقدر تدخل. مش هتقدر تدخل ايه؟ البالونه دخلت جوه. معلش ما تمسكش ما تمسكهاش. بالظبط، برافو. برافو. ياتي نايا، برافو. برافو يامن. برافو. يلا بسرعه. اسرع اسرع، عايزين نعرف مين اللي هيبقى اسرع. يامن برافو. اه يا يامن، اه برافو. ايوه يا ابني. ايوه كده. خلاص سيب البالون. يلا برافو، احنا يلا معلش، يلا تاني. ها بالونه تاني، احنا قلنا بتعرفي تنفخي البلالين، شاطره. يلا خلابي على الشعر ده اللي بيسيح ده، يلا بسرعه. برافو يا ابني بقى. يلا ها يلا، برافو، شاطره يا ناي، شاطرة جدا يا نايا، شاطر جدا طبعا يا يامن، ما نوقعش بقى الكوبايات. برافو، احنا قريبين قوي من بعض. يلا. من اول، من اول بالظبط، بسرعة. احنا في نفس الحتة وفي نفس المنطقة تقريبا. برافو يا يامن. يلا. ها. سلام على الضمير. يلا. برافو. ماشي امسكها، امسكها من تحت بس، برافو. ها ايه ده نايا فجأة فجأة بقت متقدمة، ساكتة برضو نايا، تسكت تسكت وتطلع ايه. برافو يا نايا، ايوه ما تمسكيش بايديك يا نايا، يلا مش بايديك يا نايا. برافو، احنا في اخر اتنين، اخر اتنين عند الاتنين. برافو يا نايا، اخر واحدة عند نايا، ونايا شكلها. يلا يلا ما تتوترش، انفخ. برافو نايا، معلش معلش والله مش قادر انفخ، الراجل اللي قطع نفسه شاطر جدا جدا جدا. يلا معلش معلش، تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني
في اللعبه الجايه على نفس الترابيزه مع بقيه الكتاكيت الحلوين. معلش معلش. شقاوة وطعامة الدنيا كلها في البنتين اللي قدامي دول، الأستاذة ليا والأستاذة ساندرا. هنشوف بقى مين فيكم دلوقتي اللي هتوقع الكورة وهي بتشد المنديل. جاهزين؟ جاهزين. شاطرين؟ شاطرين. طعمين؟ طب يلا بينا. ريدي ستيدي جو. يا سلام يا سلام. انت عارفة انت لو حب... ينفع تاني؟ لا طبعا ما ينفعش تاني. خسرتي 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 وساندرا لسه مكملة. مش ممكن يا ساندرا على تركيزك من اول الرحله. ايه ده ايه ده بتبرقي كده ليه؟ بتبرقي ليه يا ساندرا؟ الله هتقع هتقع. استني عليها هتقع. قلت هتقع واستني عليها. وقعوها هما الاثنين بس طبعا ساندرا صمدت اكتر شويه. ايه ده ايه 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 انت خسرتي. خسروا هما الاثنين. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني على نفس الترابيزه مع اخواتهم. جينا لاخر لعبه ترابيزه معانا النهارده وهي لعبه الاكس او. وهم اللي قالوا شاطرين في الايه ووتر فليب. صح كده يا بنات؟ انت قلتي انت شاطره؟ اه. وانت قلتي انت شاطره؟ اه. وكنتوا بتعملوا ايه لبعض قبل ما نبتدي؟ يا سلام يا سلام يا سلام. اما نشوف مين فيكم اللي هتكسب بقى يا حلوين ويا حلوات. وطبعا الكبار العاقلين هنا حيث التكتكه هيشوفوا بقى يحطوا فين الاكس وفين الاو. ده من ايه يعني؟ يلا بينا نبتدي على طول. ريدي ستيدي يلا يا نايت جو. يلا يلا يا ساندرا. يلا ليا ساندرا. ايوه برافو. يلا ليا. اه ساندرا. اه برافو. شفتي دي عملت فيكي ايه؟ يلا عشان اخر واحده ساندرا. يلا. ها ها يو. ها ها برافو. نو اقفلي هم. ايوه يلا هكسب برضه انا عارف هكسب. يلا يا ساندرا برافو. لا ماشي. يلا يا ليه لسه ساندرا واحده لو سمحت يا ساندرا. لا يا ساندرا لسه. يلا طب يلا انت برافو. فين يا بنتي يا بنتي؟ فكري كويس. حطت خلاص هو كسب كده كده. يلا يلا واحده كمان. حطي واحده كمان. حطي واحده. اسمعي كلامها. يلا يلا واحدة يا ساندرا. بيقول لك واحدة يا ساندرا. واحدة بس. بيقول لك واحدة بس. واحدة بس يا ساندرا. يلا. اه شوف الواحدة. برافو برافو. واحدة بس يا ساندرا. واحدة بس هي اللي خلصت الجيم. شطارة حلاوة طعامة لذيذة. بكده يبقى وصلنا لغاية نهاية الجزء الأول بتاعنا النهاردة. بس لسه مكملين بكرة لعب وحركات وتحديات. استنونا بكرة في نفس الميعاد. دلوقتي نقول لهم إيه؟ باي. اعملي باي يا ليه يا باي.